ثالث الأهداف 3-0، أمور تحسم بشكل نهائي. أيوب الكعبي هدف دوري درجة ثانية، تقمص دور الهدف بعدما غاب عنه الحظ في محاولات كثيرة ويسجل الهدف الثالث. تصبح النتيجة 3-0، صنع له الهدف لاباكوجو، لاعب يعرف وجهة المرمى. قلت في الجولة الأولى لو عمل كثيرا ولو اجتهد كثيرا سيكون له شأن كبير في البطولة الوطنية. أيوب الكعبي وهدف ثالث للنادى البركانية، يتفوق 3-0. 4-0 بين مباراتي الذهاب والإياب، مجموع مباراتي الذهاب والإياب والنادى البركانية في الدورة النصف النهائي من منافسات كأس العرش أمام دفاع الحسني الجديدي.